أعتقد أن في العلاقات وبين الدول في السياسة الخارجية هناك تنازلات بمعنى تراجع بمعنى تضحيات، يعني على حساب المتغيرات أو الأهداف الوطنية للدولة. هناك ما نسميه مصالح متبادلة، يعني هناك في هذه الاتفاقات مصالح لتركيا بالتأكيد، يعني لا يمكن أن تعقد تركيا اتفاقات بهذا الحجم بالعلاقات الاستراتيجية دون تحقيق مصالح تركية استراتيجية إقليمية وطنية اقتصادية تجارية إلى آخره من التفاصيل. وفي نفس الوقت العراق، يعني للعراق أيضا مصالح كبرى استراتيجية في هذه الاتفاقات. المياه والأمن المائي مسألة من المسائل اللي تهدد الأمن الزراعي في العراق، الأمن البشري، قضية التصحر، الأمن البيئي بسبب التلوث، مسألة الزراعة اللي اليوم نستورد 92% من غذائنا بعد، يعني لا يمكن أن نتحدث عن زراعة بالعراق بسبب عدم وجود المياه، عدم وجود الاستثمارات في مجال الزراعة وغيرها من التفاصيل مهمة. إذا هناك مكاسب كبرى عبر مسألة المياه، مسألة البيئة. أيضا تركيا بالنسبة للعراق لديها تجربة مهمة جدا على صعيد الزراعة والصناعة والخدمات. اليوم في تركيا كانت تقدم مثل ما لاحظنا بالاتفاقات مسألة الإرواء عبر التنقيط أو الإرواء عبر الباخ وغيرها من التفاصيل، هدفها يعني الاقتصاد، عدم تبذير الموارد المائية اللي كان سائد مع الأسف في السابق في العراق عبر حقب مختلفة. مسألة ملوحة التربة، المسطحات المائية، السدود الصغيرة، تجربة تركيا، لأن سبق أن لتركيا أن طرحت مشروع جدا مهم للمساهمة في بناء سدود وتطوير الزراعة في العراق وغيرها، لكن مع الأسف الحكومات بتلك الفترة رفضت هذا المشروع. إذن هي مصالح متبادلة، هي ليس بالتنازل لضمان مصالح العراق ومن جهة مصالح تركيا وانشغالاتها الأمنية، الأمن القومي التركي وغيرها من التفاصيل المهمة بالتأكيد.